مجموعة من الغيابات في الفريقين، فريق أيت المعلم والمديخ رماج، عنصرين في دفاع فريق أولمبيك أسفي يغيبان لأسباب تأديبية، إضافة إلى غيابات وازنة للاعبين الترابي وعكسام رفيق اللذين تعرض للطرد في آخر مباراة فريق أولمبيك أسفي، فيما فريق أولمبيك خريبكا يغيب عنه أيضا كل من عمر سربوت العسكري ويوسف أوغادي، كلهم يغيبون لغيابات فيها ما هو إصابة وفيها ما هي خيارات للمدرب فؤاد الصحابي. على عين آخر الترتيبات لخوض غمار المنافسة في مباراة كما أسلفت مباراة عندها ارتباط كبير بذيل الترتيب، مجموعة من مباريات في الدورة 25 كان لها ارتباط بذيل الترتيب المنافسة من أجل الإفلات من مخالب المؤدية إلى القسم الثاني. تعقدت وضعية الفرق المرتبة في المراكز الأخيرة، والآن سيكون الوقوف كما أسلفت قبل لحظات لقراءة الفاتحة ترحما على سي محمد الصديقي الذي وفاته المنية يوم الجمعة الماضي. إن لله وإنا إليه راجعون. اذا كانت هذه الوقوف اذا جمعيه قدماء لاعبي اتحاد اسيا بدورهم ينضمون الى المعزين في هذه الوفاه. اذا نعود الى المباراه ونعود الى التباري ولحظات مهمه لهشام العلوش حارس مرمى الذي يعول عليه كثيرا دفاع فريق اولمبيك خريبكا في دفع الكرات في ابعاد الكرات للدفاع عن الشباك في مباراه مهمه غايه في الاهميه. اذا انطلقت المباراه على بركة الله وكان ضربة البداية لفريق أولمبيك أسفي في أول هجوم وبين أخذ ورد. سنتابع هذه المباراة والفريق الأحمر صاحب الأرض والجمهور في محاولة للبحث عن الحلول. بطبيعة الحال ربما الجمهور سيتقطر، ربما يعني تتضاعف أعداد الجمهور في المدرجات، ربما كان الكل منشغل بمتابعة أطوار مباراة عصبة الأبطال الأوروبية بين البايرن والبارسا ونتيجتها التي ربما كانت مدوية في حق فريق برشلونة، 4 أهداف دون مقابل، هزيمة نوعا ما قاسية على فريق الأحلام فريق برشلونة. على أين نعود إلى واقع كرتنا الوطنية في يوم شهد خروج المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة من دور نصف النهائي في مواجهة فريق المنتخب الإيفواري، وهذا أيضا يعيدنا إلى واجهة المطالب الأساسية وهي الاهتمام أكثر بالتكوين من أجل البحث عن منتخبات قوية في جميع الفئات في المراحل المقبلة. إذا مباراة كرة لفائدة فريق أولمبيك أسفي، مازال هناك حيطة وحذر من الفريقين، محاولات التمرير الطويل لكن مباشرة عند الحارس هشام العلوش. طويلة لفائدة دفاع فريق أولمبيك أسفي. ضربة خطأ لفائدة فريق أولمبيك أسفي. الحكم يشير إلى وجود تنفيذ ضربة خطأ نفذت من طرف اللاعب إتيان بوفو. كرة طويلة عند دفاع فريق أولمبيك خريبكا. عودة من منطقة التسلل، الكرة يفترض أن تلعب من نصف الميدان بالفعل. بالفعل كان هناك رجوع من حالة التسلل، الحكم ما زال يصر على إرجاع الكرة في نصف الميدان الدفاعي لفريق أولمبيك أسفي. أحمد صادق في الخلف عند اللاعب صديق سراج العفافرة، مرة طويلة و
اخذ ورد في هذه اللحظات الاولى، وكرات يعني ما زالت يعني بتمريرات خاطئه من الفريقين في هذه اللحظات الاولى في هذه المباراه. اعاده تنفيذ التماس، هناك ضربه خطا لفائده فريق اولمبيك خريبكا في تنفيذ اللاعب باكايوكو ابراهيم باكايوكو، لاعب متميز على مستوى الاداء الدفاعي في صفوف فريق اولمبيك خريبكا في تنفيذ ضربه الخطا، كره طويله في اتجاه منطقه الجزاء اتجاه اللاعب ابراهيم الشريف، وتدخل الدفاع من طرف اللاعب سراج، وانطلاقه لفائده اللاعب زغودي ابراهيم زغودي، محاوله تمرير في اتجاه لاعب فريق الاولمبيك اللاعب رقم ثلاثه ابراهيم البحراوي، انطلاقه لفائده فريق اولمبيك خريبكا، وصفره الحكم العين عند ضربه خطا لفائده الاوسيكا. فريق اولمبيك خريبكا مطالب يعني بتحقيق والاندفاع والبحث يعني ابعاد الضغط على نصف ميدانه واستغلال الغيابات المؤثره في صفوف فريق اولمبيك اسفي، غيابات عناصر مهمه على مستوى الدفاع ايت المعلم خرماج الترابي، اضافه الى غياب ايضا وازن للاعب عبد الصمد رفيق، كلها غيابات يمكن ان تؤثر على اداء الفريق المسفيوي في مباراه اليوم. قطع على اللاعب فريد الطلحاوي، تنفذ الكرة بسرعة، تمريرة داخل منطقة الجزاء لكن تدخل الدفاع، تبقى الحيازة لفائدة اللاعب الطلحاوي لكن دون خطأ، وانطلاقة لفائدة فريق اولمبيك اسفي. تدخل اللاعب اليميق عند اللاعب البزغودي، تحول الكرة إلى الجهة اليمنى، محاولات الدخول والصعود والضغط عبر تنفيذ التمريرات القصيرة باتجاه اللاعب البحراوي لكن تدخل الدفاع لابعاد الخطر، تمرير اتجاه اللاعب ابراهيم، محاوله كان ممكن ان تشكل خطوره هذه الكره، التمريره كانت نوعا ما يعني خطيره على شباك فريق اولمبيك اسفي امام اللاعب ابراهيم الشريف، اللاعب قناص لاعب هداف غاب لمجموعه من المباريات بسبب اختيارات المدرب بطبيعه الحال، لكن تدريجيا يعود لياخذ مكانه في هجوم فريق اولمبيك خريبكا، سجل مجموعة من الأهداف في مباريات سابقة وضربة زاوية لفائدة فريق أولمبيك خريبكا بتنفيذ اللاعب سعيد غرادا، سعيد غرادا بتنفيذ أول ضربة زاوية لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، وراء وتدخل الدفاع لابعاد الخطر من طرف لاعب ايتيان بوفو، تبقى اتجاه هذه الكره عند اللاعب غرادا، تدخل من طرف اللاعب البحراوي، اللاعب ايتيان بوفو في تنفيذ ضربه خطا عند اللاعب صوديك سراج، فريق اولمبيك خريبكا يتقدم يضغط في نصف ميدان فريق اولمبيك اسفي، كره محاولة في فريق اولمبيك خريبكا، كرة على القائم والكرة على القائم، ماذا هناك؟ الحكم يحتسب خطأ لفائدة فريق اولمبيك اسفي بعد تنفيذ الكرة، كانت كرة من طرف لاعب فريد الطلحاوي، محاولة هذه ابرز محاولة للتهديف في الدقائق الأولى للمباراة، الدقائق الخامسة من زمن الشوط الأول، ابرز محاولة لتسجيل ضاعت على فريق اولمبيك خريبكا، وهذا التهديد تابع، لاحظنا ان فريق اولمبيك خريبكا يضغط يعني في وضع متقدم، مجموعه من العناصر في الهجوم للبحث عن فرصه تسجيل، بطبيعه الحال مباراه النقاط تفادي الخساره مهمه ليست بسهله، لكن يجب المجازفه المامونه، حمزيل في التأمين الدفاعي، حمزيل في التأمين الدفاعي، والحكم يعني ضربة خطأ لفائدة فريق اولمبيك خريبكا، تنفيذ اللاعب زكريا حمزيل
احد معاصر عناصر التجربه في دفاع فريق اولمبيك خريبكا. طبعا اتجاه اللاعب ابراهيم مشرف بضربه راسيه يضع الكره عند اللاعب سعيد قريده. سعيد قريده هو بلا تماس بعدما لمس اللاعب البزغودي. اللاعب اليميق في الدخول تماس خطا على اللاعب ابراهيم البزغودي. احمد الصادق في تنفيذ عند اللاعب صديق سراج اتجاه اللاعب محسن العفافره اللاعب السابق لفريق شباب الريف الحسيمي. متابعه الضغط ديال لاعبي فريق اولمبيك خريبكا يعني يحاولون الضغط ووجود اكثر من لاعب على حامل الكره في هذه اللحظات لكن من الهجمه اللي فاتت فريق اولمبيك اسفي. تمريره داخل منطقه الجزاء واقرب الى الحارس هشام العلوش. نقال لفائده فريق اولمبيك خريبكا بسرعه الكره تتحرك بسرعه بين لاعبي الفريق. فريق الحاوي متحرك بشكل كبير في هجوم فريق اولمبيك خريبكا عند اللاعب الزغودي اتجاه اللاعب مادي. كرات ضائعه كثيره في هذه اللحظات الاولى. لاعب مادي من اللاعبين المتحركين عنصر يعني يتالق بشكل كبير في مجموعه من المباريات على مستوى الاداء الهجومي لفريق اولمبيك اسفي. هشام العلوش عند اللاعب زكريا امزيل. زكريا امزيل كره طويله اتجاه اللاعب باباندا جويل وخطا بالفعل كان خطا على اللاعب باباندا جويل. انطلاقه لفائده فريق اولمبيك اسفي اتجاه اللاعب ابراهيم البحراوي. البحراوي يعود الى الخلف هناك ضغط على حامل الكره سعيد قراده يمارس ضغط كبير على اللاعب البحراوي. ينفذ التمرير لفائده لاعب فريق اولمبيك خريبكا. تمرير داخل منطقه الجزاء اتجاه اللاعب باباندا. تدخل اللاعب ايتيان بوافو العفافره. العفافره عند اللاعب بوافو مره اخرى. ايتيان بوافو يتقدم عند اللاعب المزغودي. المزغودي عند اللاعب الصادق. بطبيعه الحال لما تكون غيابات مؤثره للاعبين يعني اساسيين في المجموعه اكيد ما يتاثر الاداء العام للفريق بدخول مجموعه من العناصر البديله. فائده فريق اولمبيك خريبكا محاولات واداء وبحث واصرار من طرف فريق اولمبيك خريبكا لحد الان احسن اداء في هذه اللحظات الاولى. احسن اداء دقائق 14 من زمن الشوط الاول. هناك شتات في بعض الحالات في التمريرات بين اللاعبين لكن الاداء العام في هذه اللحظات الاولى في الربع ساعه الاول فريق اولمبيك خريبكا يضغط بشكل كبير ورغبته يعني اكبر للاقتراب الى مرمى الحارس صلاح التمري حارس فريق الامل بغياب الحارس المجدوبي. عنده اربع انذارات يغيب ايضا عن هذه المباراه. قلت غيابات مؤثره في تشكيل فريق اولمبيك اسفي في مباراه مهمه جدا. عند اللاعب الزغودي. الزغودي اتجاه اللاعب ايتيان بوفو. الزغودي مره اخرى مرن عند اللاعب سراج. اللاعب بريمان ديون هذا اللاعب صديق سراج ضاعت منه الكرة والحكم الهروي يعلن عن ضربة خطأ لفائدة دفاع فريق أولمبيك أسفي. خطأ لفائدة اللاعب على البحراوي. هذا اللاعب احمد الدمياني
الانطلاقه اللي فاتت فريق اولمبيك ريبو مره اخرى سباقين الكرات فريق اولمبيك ريبو كره عند اللاعب باباندا جويل باباندا يحاول امام اللاعب العفافره ينفذ او يترك الكره للاعب اليميخ لتنفيذ دخول التماس يميخ بتنفيذ التماس من الجهة اليمنى يعيد كرة إلى الخلف تمريرات ودفاع يبعد الخطر تجاه اللاعب إبراهيم أنديون ضغط كبير للاعبي فريق الأولمبيك سباقين الكرات سباقين الكرات دور ملاحظ في هذه اللحظات سباقين الكرات كان هناك احتكاك بين لاعبين من الفريقين هناك لاعب ساقط والحكم مطالب بإيقاف اللاعب هناك لاعب يشكو ألم تعرف عن اللاعب اللاعب يوسف نافع هذا اللاعب يوسف نافع اصيب يعني في السقوط ديالو اصابه يعني نوعا ما خلفت له الم هناك غيابات كثيرة واعتقد ان المدربي الفريقين يعني بحاجة الى كل العناصر لتفادي غيابات اخرى هناك ايضا لاعب اخر من صف فريق اولمبيك اسفي ساقط على الارض يتلقى الاسعافات في هذه اللحظات الاولى من هذه المباراة البطولة الوطنية دخلت غمار يعني الخط المستقيم قبل خط النهاية المنافسة محتدمة في مراكز ذيل ترتيب وايضا منافسه اخرى في مراكز الصداره في انتظار مباراتي فريق الجيش الملكي للتعرف على مسار المنافسه على مستوى مقدمه الترتيب فريق الرجاء البيضاوي يحقق الامتياز ياخذ الخطوات الاولى لتحقيق يعني المبتغى بطبيعه الحال لكن في انتظار يعني المباريات المؤجله ومباراتين مؤجلتين لفريق الجيش الملكي التي على ضوئها ستتضح الرؤيه اكثر على مستوى يعني النتائج بعد اللاعب محسن العفافرة جاء اللاعب صديق سراج كرة طويلة عند اللاعب البحراوي الحكم يترك الامتياز لفائدة فريق بريمان ديون عند اللاعب عبد الله مادي تهي الكرة وتسديد من طرف لاعب الزغودي لكن تدخل من الدفاع لإبعاد الخطر تدخل من طرف دفاع فريق أولمبيك خريبكا في هذه اللحظات تماس بتنفيذ اللاعب إيتيان بوفو ينفذ دخول التماس كرة طويلة والإبعاد بضربة رأسية كرة داخل منطقة الجزاء عبد المجيد محاولة جميلة جدا الدقة 19 والتسديدة القوية جدا علت يعني العمود بلمسه ديال الحارس هشام العلوش متابع الاعاده تسديد جميل جدا كانت كره داخل الشباك لكن هشام العلوش يتالق اللاعب عبد الله مادي اللاعب المتالق اقولها واكررها لاعب متالق وفي خط تصاعدي متواصل على مستوى الاداء في هجوم فريق اولمبيك اسفي اذا غاب الهداف عبد الرزاق حمد الله فهناك لاعب يؤكد مكانته مباراة بعد أخرى اللاعب عبد الله مادي تابعنا تسديدة جميلة جدا وتألق للحارس هشام العلوش في أبرز محاولة لتسجيل فائدة فريق أولمبيك أسفي فائدة فريق الأولمبيك ربما هذه المحاولة تعطي رغبة أخرى في الدفاع اكثر للبحث عن التسجيل كره لفائده فريق محاوله ابراهيم بزغودي التمرير كانت طويله خارج خط المرمى ضربه مرمى لفائده فريق اولمبيك خريبكا تنفيذ الحارس هشام العلوش محاولات مادي عند اللاعب طائعة في خط الوسط لفائدة فريق أولمبيك ريبكا اللاعب شريف في اتجاه اللاعب طلحاوي وتدخل الدفاعي تيمبوفو يبعد الخطر وتسلل بالفعل كان تسلل للاعب
لاعب فريق اولمبي كسبي اتيان بوافو او اللاعب بريمان ديون زكريا امزيل في التنفيذ كره طويله داخل منطقه الجزاء والابعاد من طرف العفافره ثم اللاعب الدمياني اليميق تكثيف الضغط من طرف اللاعب اسامه المزقوري تمريره جانبيه والحارس التمري يتدخل صلاح التمري يتدخل كره طويله الدفاع يتدخل عبد الله مهدي عبد الله مهدي يتقدم يراوغ يتقدم يسدد لكن تدخل من طرف الحارس اللاعب باكايوكو باكايوكو يتدخل لابعاد الخطر والتماس لفائده فريق اولمبيك اسفي جواد اليميق هذا اللاعب الشاب ايضا يدخل اوه محاوله التمرير من طرف اللاعب البزغودي لكن كانت بعيده على اللاعب البحراوي والابعاد الان يعني تدريجيا فريق اولمبيك اسفي بدا يعني يدخل في غمار المنافسة على مستوى الأداء الهجومي يتحرك أكثر في الهجومات يحتاج بطبيعة الحال إلى متمم للعمليات لإنهاء العمليات داخل الشباك إصابة للحارس هشام العلوش ساقط على الأرض حكم يوقف اللاعب لتمكينه من الإسعاف الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول النتيجة متعادلة بين الفريقين محاولة يعني لكل فريق كان عنده محاولة للتسجيل كانت محاولة فريد الطرحاوي في لحظات في الربع ساعة الأولى لفائدة أولمبيك ريبكا بكرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس صلاح التمري ثم رد الدقيقة 19 اللاعب عبد الله مهدي بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء والحارس العلوش تألق في الإبعاد إذن محاولة لكل فريق في الربع ساعة الأولى كان فريق الأولمبيك خربقة الأكثر يعني اندفاعا أكثر ضغط على حامل الكرة لكن تدريجيا فريق أولمبيك أسفي يعني تخلص من التمريرات الخاطئة الكثيرة على مستوى خطر وسط ثم انطلق في أداء هجومي فاعل بقيادة عبد الله مهدي البزغودي وإبراهيم أنديون من أجل بحث عن فرص يعني استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم إذن تتواصل المنافسة في هذه اللحظات من التماس لفائدة أولمبيك خريبكا كرة باتجاه اللاعب أشريف الدفاع الأولمبيك الأسفي كان سباق إبعاد من طرف اللاعب صوديك سلكوا عند اللاعب البحراوي في الجهة اليمنى المناور يحاول التخلص من رقم الدفاع يمارس التمريرة الجانبية واللاعب أمزيل يبعد بضربة رأسية ثم اللاعب تراوري إبراهيم لانطلاق في هجمة أخرى لفائدة فريق أولمبيك خريبكا ضغط كبير من جانب لاعبي فريق أولمبيك أسفي في هذه اللحظات وكان هناك خطأ على اللاعب حمزة السمومي في مواجهة اللاعب أعتقد نافع بالفعل خطأ على اللاعب يوسف نافع أمام الحكم المساعد الأول في هذه المباراة السي رشيد قولما تحكيم من عصبة سوس بعد 7 مباريات سابقة على مستوى بطولة القسم الأول دوري المحترفين وهذه مباراة الثامنة لهذا الثلاثي كرة لفائدة فريق أولمبيك أسفي إتيان بوافو تمريرة في اتجاه اللاعب إبراهيم أنديون مراقب من طرف اللاعب زكريا أمزيل والتماس لفائدة فريق أولمبيك في إشارة من الحكم المساعد والحكم حكم الوسط هراوي مرة أخرى كرة في التماس لفائدة أولمبيك خريبكا جواد اليميق في تنفيذ التماس اتجاه اللاعب باباندا جويل على الصورة
جويد، كرة تجي للاعب أشريف، أشريف يسيطر على الكرة داخل الملعب، لمسات الكرة اللاعب صوديك وضربة مرمى لفائدة فريق أولمبيك أسفي. الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، دائما دون أهداف. حسابات المدربين حسابات يعني متنوعة، والهدف واحد الابتعاد قدر الإمكان، الفوز مطلب، لكن تفادي الخسارة يكون هو يعني هو المطلب الأساس. طبعا الحال الفوز في عالم العاب الشماريخ في ميجان في مدرجات الملعب، كرة لفائدة فريق أولمبيك أسفي وضربة خطأ لفائدة اللاعب البحراوي، يعلن على الحكم. كرة في الخط الوسط الدمياني عند اللاعب الصادق عفافرة، عفافرة تمريرة خاطئة تصل عند اللاعب الدمياني في خط الوسط، يعيد كرة عند اللاعب حمد الصادق العميد، حمد الصادق تمريرة داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب إبراهيم أنديون، لكن ضربة رأسية مباشرة خارج خط المرمى، ضربة مرمى. والشماريخ العاب نارية داخل أرضية الملعب، والشماريخ الآن داخل أرضية الملعب، وهذا أمر غير مرغوب فيه تماما تماما، لأنه بطبيعة الحال يؤدي إلى غرامات، يؤدي ربما حتى على إلى إيقاف أو لعب المباراة دون جمهور، يعني مجموعة من العقوبات يعني تنفذ في حق الفرق بعوض أن تكون الجماهير هي للمساندة، فتصبح يعني تشكل طرف منافس، وبالتالي هذا أمر حتى يعني الآن يعني الرؤية يعني أصبحت يعني دخان الكتيف يحجب الرؤية داخل الملعب. الحكم يوقف اللاعب بطبيعة الحال في انتظار من تنقشع يعني للأسف ما زلنا نعاين مثل هذه الصور. توقفت الكرة أو توقفت المباراة أيضا في مباراة المغرب التطواني يوم الجمعة الماضي في مواجهة فريق النادي، توقفت المباراة في مواجهة النادي المكلاسي بسبب يعني الدخان الكثيف الذي خلفته الالعاب الناريه هذه اللي في ميجان، هي يعني ممنوعه في الملاعب على المستوى العالمي للاسف. ما زال الحضور ديالها يعني حضور كبير في الملاعب الوطنيه، اتمنى انه توجد حلول لوضع حد لمثل هذه التصرفات فيها خطوره ايضا على المتفرجين وعلى اللاعبين ايضا، بالنظر لكونها يتم يعني الالقاء بها داخل ارضيه الملعب. هناك صافره لان ضربه خطا لفائده فريق اولمبيك اسفي، في تنفيذ اللاعب ابراهيم البزغودي، هنا اعاده خطا على اللاعب البحراوي. ضربة خطأ لفائدة فريق أولمبيك أسفي، إبراهيم بزغودي ومحسن العفافرة يستعدان للتنفيذ. سنتابع هذا التنفيذ، لمن سيتولى التنفيذ؟ أعتقد أن اللاعب محسن العفافرة سيأخذ المبادرة بتسديد قوي، الحكم بتثبيت حائط صد في المسافة القانونية، العفافرة يأخذ المبادرة، تسديدة قوية جدا، تسديدة قوية في الدقائق 30، إذا تسديدة قوية جدا، والحارس هشام العلوش يعني الكرة يعني خدت واحد يعني لفة تحركات يعني تغيير المسار ديالها، وبالتالي يبعد كما نتابع من خلال هذه الصورة. من حسن الحظ ما كانش لا شي لاعب قريب من هجوم فريق أولمبيك أسفي لإكمال كرة الشباك، كانت تدخل الدفاع لإبعاد كرة خارج خط المرمى، كانت ضربة زاوية نفذت قصيرة لكن دون فعالية، و ضاعت الكرة إلى التماس لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. إذا محاولة أخرى، محسن العفافرة كان وراء تسديدة قوية جدا قبل لحظات، محمد الصادق العميد
الماس سيتولى تنفيذه او ضربه خطا. اذا ضربه خطا كضربه خطا لفائده فريق اولمبيك ريفات تم تولى تنفيذ الحارس العلوش مباشره خارج خط المرمى. هل كان يعني امر منطقي ان يتولى تنفيذ ضربه خطا اللاعب او الحارس العلوش؟ هذا كان سؤال على اين تنفيذ الكره مباشره خارج الملعب لفائده اولمبيك. هذا اللاعب باباندا جويل باباندا يحتفظ بالكره يمرر عند اللاعب المزقوري لكن تمريره خاطئه مباشره عند الدفاع عند اللاعب العفافره كانت تمريره فيها نوع من الخطوره والمجازفه اتجاه اللاعب سراج. من حسن الحظ يعني بقيت في حيازه الفريق المسفيوي. العفافره ضاعت من الكره هذه المره لكن لفائده اللاعب المزغودي الذي سيتولى ابعاد الخطر. تماس لفائده فريق اولمبيك اسفي تنفيذ اللاعب اتيان بوافو جاء لاعب مادي اتيان بوافو مادي اليميق اللاعب جويل باباندا. جويل باباندا يراوغ وضربة خطا بالفعل لفائدة اللاعب باباندا جويل ضربة خطا جانبية يمكن ان تشكل خطورة على مرمى الحارس صلاح التمري. فاتية اللحظات في التنفيذ كل من سعيد برادا واللاعب اسامة المزقوري. كرة جميلة جدا وابعاد الى زاويه لفائده فريق اولمبيك فريبكا. البحراوي بضربه راسيه سنتابع الاعاده. محاوله جميله للبحث عن راسيه الابعاد في اخر لحظه. اذا ضربه زاويه لفائده فريق اولمبيك فريبكا داخل منطقه الجزاء وصعود ضربه راسيه غير مركزه من طرف اللاعب زكريا امزيل. كان متحرر من الرقبه لكنه لم يتحكم في مسار الكره. وبالتالي ضاعت هذه المحاولة على فريق اولمبيك خريبكا. دخلنا غمار يعني الربع ساعة الأخير الدقة 33 من زمن الشوط الأول. كان هناك خطأ على اللاعب البحراوي فريق اولمبيك خريبكا. على اللاعب حسن أخميس ابراهيم تراوري او باكايوكو. ابراهيم باكايوكو كره طويله لفائده الهجوم هجوم اولمبيك فريبكا. جواد يميق تعود الكره الى دفاع فريق اولمبيك اسفي. تلاقت في اللعبه ابراهيم انديون لكن يسيطر على الكره اللاعب باكايوكو اتجاه اللاعب يوسف نافع. انطلاقه اللاعب سعيد قراده ابراهيم شريف تمريره جانبيه دخول من الجهه اليسرى. تبقى الحيز لفائده فريق اولمبي وضربه راسيه ضائعه من طرف اللاعب شريف. ضربه راسيه كان ممكن ان تكون يعني في وضع احسن. تبقى الحيزه لاعب قراده وتمريره اخرى عند باباندا سديدو. محاوله ثانيه على التوالي لفائده فريق اولمبيك خريف ضاعت من طرف اللاعب جويل باباندا. الدقيقة 34 شهد على محاولتين متتاليتين. هنا سديدة اللاعب باباندا علت العمود الأفقي يعني بقليل. هنا الضربة الرأسية الأولى للاعب أشريف ثم تلتها بعد ذلك سديدة اللاعب جويل باباندا. ضيعت محاولة أخذ المبادرة في التسجيل على فريق أولمبيك خريبكا في هذه اللحظات. إذا المباراة يعني ممكن ان تشهد اهداف اللحظات المقبله. باباندا عند اللاعب اشريف حكم عليه ضربه خطا لفائده اولمبيك خريبكا. تنفيذ اللاعب اسامه المزقوري او زكريا امزيل. زكريا امزيل ينفذ عند اللاعب اشريف. اشريف ينتظر المسانده. جواد اليميق تمريره في اتجاه اللاعب يوسف نافع.
يلعب فريد الطلحاوي وراف جاء عند اللاعب وتهيئ جيد، تهيئ جيد، لكن هناك رايا وتسلل، رايا وتسلل على اللاعب، اعتقد اللاعب جويل باباندا. انطلاقه لفريق فريق اولمبيك كاسافي، اللاعب جاء محسن العفافره، يلعب الدمياني اتيام بوافو، تدخل للاعب فريق اولمبيك خريفكا بسرعه، ابراهيم شريف ضربه خطا يعني الحكم هراوي، ضربه خطا اسامه المزقوري، يبحث عن الحلول، يبحث عن اللاعب، يبحث كاينش لاعبين داخل منطقه الجزاء، مباشره عن دفاع فريق اولمبيك اسفي. نفعت من ضائعة وانطلاقة سريعة لفائدة فريق أولمبيك أسفي. إبراهيم أنديون وتدخل من طرف الدفاع لإبعاد الكرة إلى التماس، تدخل اللاعب يوسف نفع. بس لفائدة فريق أولمبيك أسفي تراجع مرة أخرى إلى منطقة الدفاع في اللحظات الأخيرة. طويلة وابعاد، لكن هناك حيازه وتسديد، محاوله من طرف اللاعب عبد الله مهدي، محاوله اخرى لتسجيل في هذه اللحظات. اللاعب عبد الله مهدي هو اللاعب نجم فريق اولمبيك اسفي، قادر على خلق التفوق ايضا بعد 2000 بين الفينة والاخرى. كرة عند اللاعب ابراهيم اشريف اتجاه اللاعب اسامه المزقوري، اسامه المزقوري تمريره جانبيه وتدخل من طرف الحارس، لكن الكرة اعتقد تجاوزت خط المرمى، بالتالي حكم يعلن عن ضربه مرمى لفريق اولمبيك اسفي. مرمى من طرف لاعب ايتيان بوفو، لاعب اسامه المزقوري، ربما يعني كانت فكرته انه ينفذ مباشره الشباك، يعني لمح الحارس متقدم عن الشباك، لكن السيده لم تكن مركزه بالقوه الكافيه للوصول الى شباك مرمى اولمبيك اسفي. الحراوي وتمريره مباشره الى التماس، تماس لفائده فريق اولمبيك خريبكا، فريق يعني ربما لحد الساعه الاحسن انتشار في قاعه الملعب، الاكثر امتلاك للكره في هذه اللحظات من الشوط الاول، نقود زمن الدقه 39 من الشوط الاول. اولمبيك خريبكا او اولمبيك اسفي يباشر بعض الهجومات بين الفينة والاخرى، اعتمادا على يعني حضور اللاعب ابراهيم انديون وعبد الله مهدي في الهجوم. هذا الاخير يعني كان وراء يعني محاولتين سانحتين للتسجيل، لكن بين الفينة والاخرى يتراجع الى منطقه الدفاع ويترك المجال لضغط فريق اولمبيك خريبكا، والفريق اولمبيك خريبكا الذي يسيطر على خط الوسط بفعاليه كبيرة، فعالية جرادا والمزقوري وأيضا تحركات اللاعب فريد الطلحاوي. المناورة التي يمكن أن يخلقها كل من أشريف وباباندا، على أن الشوط الأول يسير 5 دقائق متبقية على زمن الشوط الأول بانتظار ما سيحتسبه الحكم من وقت بدل ضائع. طويلة من طرف اللاعب يوسف نافع اتجاه اللاعب باباندا، ضربة رأسية وشريف، ولكن العفافرة أسبق إلى الكرة، يبعد الخطر. الحيازة لفائدة دائما فريق أولمبيك خريبكا تعود عند اللاعب أحمد الصادق، عند اللاعب الدمياني، الدمياني اتجاه اللاعب إبراهيم بزغودي، إبراهيم البزغودي اللاعب السابق لأولمبيك خريبكا بطبيعة الحال. ديون تمريرة خاطئة إلى التماس، تماس لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. جواد يميق تنفيذ دخول التماس، جاء اللاعب إبراهيم الشريف
لاعب الغودي، الغودي يحيد الى خلف عند اللاعب الصادق، عند اللاعب الدمياني، مدى الصادق مرير باتجاه اللاعب صديق سراج، سراج رافويل عند اللاعب البحراوي، دخول من المنطقة الجانبية، تمرير تمريرة جانبية، تمريرة جانبية كان يعني اختراق جيد من الجهة اليمنى من الرواق الأيمن اللي كانت يعني محاولة سانحة لأخذ المبادرة، لكن ضاعت الكرة وهجمة مرتدة، لكن تدخل لاعب محسن العفافرة يبعد الخطر عند اللاعب سراج، سراج يراوغ يمر عند اللاعب حماد الصادق، حماد الصادق يسيطر على الكرة وضربة خطأ لإفادة فريق أولمبيك أزفي، اللاعب أسامة المزقوري احتكاك مع اللاعب أحمد الصادق، صورة وتقابل بين المدربين، وهذا الصحابي ويوسف المريني، كرة طويلة، ضربة رأسية للاعب ديون إبراهيم، انطلاقة لإفادة فريق أولمبيك فريبكا، كانت مناداة لإبعاد الكرة إلى التماس، هناك لاعب من لاعبي فريق أولمبيك أسفي ساقط على الأرض، لاعبي أولمبيك أسفي يواصلون الاحتفاظ بالكرة، والآن أعتقد كان على الحكم أن يتدخل لإيقاف اللاعب ما دام أي من اللاعبين لم يبادر إلى إخراج الكرة خارج المرمى، خارج الملعب عفوا. اعتقد انه اللاعب ابراهيم ديون، هناك احتكاك، لا اعتقد اللاعب البحراوي هو اللي ساقط على الارض، بالفعل اللاعب ابراهيم البحراوي، ينهض لمواصلة اللعب، اذن اقل من 3 دقائق على نهاية الوقت القانوني للمباراة، هناك لاعب اخر ايضا على الارض من صفوف فريق اولمبيك اسفي، مباراة مهمة، الفوز مهم جدا في ظل الهزائم كل من النادي المكناسي والنادي القنيطري وايضا فريق رجاء بني ملال، وبالتالي يعني اي من الفريقين يحقق النقاط 3 فسيكون قد ضرب يعني اكثر من عصفور في حجر واحد، فريق اولمبيك اسفي يعني ربما يؤمن المسار، يؤمن مكانته في الدرجه الاولى للابتعاد عن مراكز الديل حتى يخوض المباريات المتبقيه، الخمس مباريات المتبقيه بشكل احسن، هناك الان تبديل اضطراري، تبديل اضطراري في صفوف فريق اولمبيك اسفي، خروج لاعب احمد الدمياني وخروج ودخول لاعب الصبار محمد امين الصبار، اذا يحل بديلا، وهذا تبديل اضطراري يضاف الى الغيابات الكثيره التي يعانيها فريق اولمبيك اسفي في هذه المباراه، لان تتواصل المنافسه وتواصل اللعب من نقطه ضربه المرمى لفريق فريق اولمبيك خريبكا، هشام العلوش في تنفيذ كره طويله، ضربة رأسية وزكري أمزيل، كرة طويلة في جهة اللاعب باباندا جويل، سيطر على الكرة اللاعب الصبار، وصلت إلى التماس يوسف نافع في تنفيذ مباشرة عند اللاعب طلحاوي، طلحاوي يحاول الاختراق من الجهة اليسرى لكن تدخل اللاعب صديق سراج في إبعاد الخطر، أخذ ورد بين الفريقين في هذه اللحظات، المزقوري تمريرات وعند اللاعب الصادق، كرة تنزل الأرض لكن بسرعة تتحول لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، وضربة خطأ يعني الحكم، ضربة خطأ لفائدة فريق أولمبيك أسفي، هو
اول انذار في هذه المباراه اللي فاتت اللاعب الحسن اخميس تتلقى الانذار بعد احتكاك مع اللاعب عبد الله مهدي. الحسن اخميس تتلقى البطاقه الصفراء في الدقيقه الاخيره. هنا كان الاحتكاك كان سبق الى الكره اعتقد مع فافرا. عبد الله مهدي واطلحاوي بعيد الخطر. باباندا اللاعب سراج اقرب تلقى من طرف لاعب اسامه المزقوري لكن يسيطر عليها دفاع فريق اولمبيك اسفي. محسن العفافرة في تنفيذ ضربة خطأ في هذه اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. الوقت بدل الضائع. لكن هناك مسك من طرف اللاعب بريمان ديون على اللاعب زكريا عمزيل. الحكم الرابع اعتقد تأخر كثيرا في إشهار الوقت المحتسب وقت بدل ضائع. إذن ده ثلاث دقائق وقت بدل ضائع. كرة عند اللاعب باباندا جويل تمريرة جميلة عند اللاعب فريد الطلحاوي عند اللاعب غرادا داخل منطقة الجزاء يحاول محاولة فريق أولمبيك خريبكا البحث عن فرصة تهديف لكن فريد الطلحاوي أفرط في المراوغة وضعت عليه الكرة. لكن هناك تماس دائما الحيز لفريق فريق أولمبيك خريبكا في هذه اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع. يوسف نافع في تنفيذ التماس تعود كرة عند اللاعب الحسن أخميس محاولات من الجهة اليسرى لكن ضاعت كرة لفريق اللاعب إبراهيم بحراوي تمريرة في اتجاه اللاعب إبراهيم أنديون وتدخل اللاعب باكايوكو لإعادة كرة عند الحارس هشام العلوش كرة طويلة في اتجاه اللاعب إبراهيم الشريف ضربة رأسية عند اللاعب أسامة المزقوري تمريرات في اتجاه اللاعب باباندا كانت كادت تضيع اللاعب صوديك سراج. الحسن أخميس في خط الوسط وتمريرة خاطئة من طرف اللاعب الحسن أخميس مباشرة إلى التماس. كرة عند اللاعب محمد أمين الصبار اللاعب البديل الذي حل بديل اللاعب الدمياني. كرة عند اللاعب إبراهيم أنديون عند اللاعب عبد الله مهدي البحراوي إبراهيم محاولة تسديد على الدفاع أحمد الصادق وانطلاقه من طرف اللاعب اسامه المزقوري عند اللاعب فريد الطلحاوي يراوغ ويمرر تمريرات وكرات ومحاولات الانطلاق تبقى الحيازة لفائدة فريق اولمبيك خريبكا لكن دون خطا يقول الحكم ويامر بمواصله اللاعب. هناك سقوط اللاعب فريد الطلحاوي وانطلاقه في اخر لحظات اخر التوالي من الوقت بدل الضائع. حكم يامر بمواصله اللاعب يترك الامتياز لفائدة اولمبيك خريبكا اسامه المزقوري ويبعد الكرة إلى التماس لأنه اللاعب فريد الطلحاوي بقي ساقطا على الأرض في منطقة الهجوم على الصورة اللاعب زكريا أمزيل. هنا اللاعب فريد الطلحاوي بماس أصيب في احتكاك مع أحد لاعبي فريق أولمبيك خريبكا أولمبيك أسفي. منطقة الهجوم على إن ثواني معدودة سيغادر اللاعب الطلحاوي إلى خارج الملعب لتلقي الإسعافات في انتظار أن يتواصل اللاعب في للحظات يعلن بعدها الحكم عن نهاية الشوط الأول. الحكم يوسف الهراوي سيتواصل اللاعب دخول تماس من طرف لاعب ايتيان بوفو. محسن العفافرة كرة تعود عند الحارس هشام العلوش. اعتقد ان الحكم سيعلن عن نهاية الشوط الاول. بالفعل اذا نهاية الشوط الاول دون اهداف التعادل دون اهداف النتيجة